أعزائي مشاهدي سيسات في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي حوار ورسالة. الحلقة النهاردة كلها تفاؤل، كلها أخبار إيجابية 100%، وهنبدأها بتهنئة ليعني برعم صغير، طفل جميل، ملاك صغير اسمه ماثيو ألبير إيليا جديس. بنقول له كل سنة وانت طيب، 3 سنين عقبال مليون سنة. ومن تهنئة من بابا ألبير إيليا وماما ميرنا أمجد حنا ومن تيتا إيفلين داوود وجده إيليا جديس وتيتا أنجيل شحاتة ميخائيل وجده أمجد حنا. وكل سنة وانت طيب يا ماسي وعقبال مليون سنة. معلش التليفون. طيب وعقبال مليون سنة يا ماثيو، ومعلش التليفون رن وانا بقول التهنئة بعتذر. بنقول ألف 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 يعني تهنئة للبرعم، هذا البرعم الصغير. وده بداية الحلقة اللي كلها تفاؤل، حياة جديدة، يعني طفل جميل ملاك. الكل بيهنيه، بابا وماما وتيتو وتيتا وجده من الأب ومن الأم. كل سنة وانت طيب يا ماثيو، القناة بتهنيك والبرنامج بيهنيك وبيقول لك كل سنة وانت طيب. حلقة النهاردة عن الانتخابات، انتخابات في امريكا والانتخابات في مصر. بس قبل ما نبدا الانتخابات زي ما عودناكم اخبار كوفيد 19. في اخبار كويسه، هنجيب لكم اخبار كويسه، لكن المؤسف ان الاعداد في تزايد في اوروبا بشكل يعني شكل يخوف. ايطاليا واسبانيا وفرنسا وألمانيا في طريقها لها للإغلاق، ودي حاجة صعبة. يعني فرنسا دعت لإغلاق 4 أسابيع، أسبانيا ابتدت تعلن عن إغلاق كامل، وإيطاليا لسه بتشوف، لكن في الأعداد في تزايد. ورجعنا لموجة تانية، مش عايز أقول إن في الوفيات بتقل لأن في بروتوكولات علاجية، واغلب الحالات اللي بيتم فحصها او بيتم انها تبقى ايجابيه بتتعالج بانها تتحجز في المكان، في مكان خاص بيها، مش مهم في مستشفى او كلينيك. وده برضو من الايجابيات اللي انا هقولها، ان ما بقاش تقليديه انه يتحجز في مستشفى ويتحط ويبقى ستريس وعبء على الطاقم الطبي. لكن حتى في مصر هذا ده بيحصل دلوقتي، انه لو الحالة تحت السيطرة فممكن يبقى الطب برضو بالتليفون، وانه بيحجزه بالبروتوكولات العلاجية وبيدوله اوردر ان هو يجيله العلاج، والعلاجات كلها معروفة على مستوى العالم كله. نرجع تاني للسكيل اللي عاملاه جامعة هوبكنز، وحضراتكم زي ما انتم شايفين المرة دي زيادة قوي بالمليون، يعني 46,379,835 حالة إصابة. الوفيات اترفعت تقريبا، عدينا المليون، بقت 1,200,000 بالتقريب، يعني 1,198,688 حالة وفاة على مستوى العالم كله. في أمريكا طبعا النصيب الرابح، لأن تعتبر 50 ولاية مع بعض، خطينا داخلين على حاجز 9 مليون وشوية، 9,184,689 حالة إصابة، 230,000 حالة وفاة. احنا كنا من أسبوعين كان تقريبا كان العدد 200، يعني 30,000 في أسبوعين حالة وفاة بكوفيد 19، يعني دي حاجة برضو. بالنسبة للعدد اعتقد لو واحد بس هنقول لأ، لان المرض بيتسبب فيه، وان العلم حتى الان
مش قادر يلاقي له حل. لكن في حالات كتير قوي بتشفى، من 9 مليون في شفي اكتر من 8 مليون وشوية، فدي ده الإيجابية في الخبر. لكن ال 230 ألف اللي توفوا منذ انتشار كورونا شيء برضو العلم بيقف إلى حد ما، مش عارف يتصرف في الحالات اللي بتصل إلى حد عدم التنفس والجلطات والحاجات دي كلها. وجبنا كوفيد 19 بيعمل إيه مع دكاترة قبل كده في نفس البرنامج، ونتمنى إنه الفاكسين يبتدي. هو أعلنوا في روسيا يمكن من خلال الشهر الجاي هيبدأوا، أمريكا قالوا هيبتدي يطرح في خلال أسابيع، وده وعد من رئيس دونالد ترامب. ولكن بايدن بيؤكد ان هو في نهاية السنة اللي جاية، معرفش جاب الخبر ده منين، لكن فاوتش بيقول في خلال أشهر ممكن ان احنا نحصل على الفاكسين، بس مش هيبقى متاح للكل، هيبقى في أبجديات. وفي شركات بتعلن عن طرح أول حاجة بالنسبة لأمريكا 100 مليون جرعة فاكسين. الحقيقة يعني مش قادر أحدد بالظبط في خطورة ولا لا، طبعا في خطورة، السكيلز بيقول الكلام ده، الإصابات بتعدي بالملايين والوفيات في ألفات، يعني إحنا في لسه في جائحة كورونا لسه موجودة وبقوة. لكل الناس اللي بيسمعونا، الكمامة، غسيل الأيادي، التباعد الاجتماعي، ما زال في احترازات طبية. لو انت عندك دور برد، لو انت شعرت بسخونة، لو انت في شوية رشح، أرجوك افضل مكانك وتعالج من كل هذه الحاجات، وبعدين انزل وتأكد ان انت ما عندكش كورونا، والبس برضو الماسك واغسل ايديك ما تلمس حاجات، ومارس هذا الاحتراز. حتى لو أصبت بكورونا فهل ممكن كورونا ترجع تاني؟ لغاية دلوقتي الأبحاث بتقول ممكن، بس احتمالات بسيطة جدا في الإصابة، لأن المناعة بتاعت الجسم بتبقى أقوى من المناعة لواحد لم يصاب. لكن احترز، خدت المرض وخفيت أو ما خدتوش، احترس واعمل حذرك الطبي ومارس كل النصايح بمحبة، يعني حب النصيحة ومارسها، ما تاخدهاش كده بوضع ما انتش عارف، ما انتش، لأ مش رافض، مش متيقن، لأ ثقة. يعني كل الملايين دي، يبقى كوفيد 19 موجود في العالم، ما زال ليس له علاج 100%، له بروتوكولات علاجية، في فاكسين هيطلع، لم يعني ابتدت التجارب الثالثة ألافات، لكن احنا عايزين بعد المرحلة الثالثة اللي هي ملايين الفاكسينات تبقى على مستوى العالم. أعتقد روسيا هتبقى جاهزة بعد شهر، ترامب بيوعد في خلال أسابيع، وأيضا الصين نزلت 3 أو 4 فور فيرجنز، يعني 4 نسخ من اللقاح، وتم تجربتهم في مصر، ولغاية دلوقتي التقارير بتقول إنهم ناجحين. فنعشم في إن العلم بالعقل الذي خلقه الله للإنسان أن يتوصل إلى هذا الفاكسين سريعا في ضماناته، هو وصله للفاكسين ضماناته علشان يبتدي يتوزع على العالم كله، والعالم كله يحظى بهذه المناعة اللي هي من العلم اللي في الفيروس نفسه، يعني ماخدين من نفس الفيروس كده، يعني من الداء بناخد الدواء أو ما يسمى بذلك، جزء منه، جزء مستضعف أو فيروس مستضعف، حتى يحفز الجسم للأجسام المضادة حتى لا يصاب إذا تعرض إلى الفيروس اللي موجود في الهواء. إن شاء الله كوفيد 19 هينتهي، والله سيساعد البشرية في إنهاء هذا الخطأ البشري الذي تسبب في جائحة كورونا ووفاة الألفات وإصابة الملايين. نيجي بقى لأول مواضيعنا النهاردة، وهو الانتخابات الأمريكية. الحقيقة ترامب لي جزء كده على اليوتيوب، دونالد ترامب، وهو نشط جدا في حملته والكامبين بتاعه، وصل إلى أوج المعركة الانتخابية يعني. فهو بيقول لك على الناخب ده، ان هو بيناشد
مش الناخب اللي هو هينتخبه كريبابليكان، بيناشد السوينج فوترز اللي هم الاصوات المتارجحه في الولايات اللي هي ممكن مره تبقى ديمقراط ومره تبقى ريبابليكان، وبيقول لهم ايها الناخب يجب ان تعرف. نشوف في الفيديو بتاعه مدته دقيقتين او شويه ونشوفه مع بعض ونرجع نعلق على الفيديو. نشوفه مع بعض. I really don't want to be talking about an opponent in a negative way. Hard to believe it's me talking, but that's true. But Joe Biden and the whole family, there's such corruption. It's so obvious. He would go to a place, whether it's China or Ukraine or any place, Russia, you take a look at what he's done. And his son was like a human vacuum cleaner. They'd take out millions and millions and millions of dollars. And in some cases, it was like immediate. And in some cases, Joe was vice president in many cases when this was all happening. The son had nothing, didn't do well, wasn't successful. And for that, I feel very badly. And I don't even want to mention it, actually. But as soon as Joe became vice president, all of a sudden, this money started flowing into the family. And it's no good. And whether something happens as to it or not, I don't know. That's not up to me. But you know what? The voter has to know. The voter has to know that a man who was vice president was funneling tens of millions of dollars to his family. Somebody should know this. And you can make your decision, and maybe you'll vote for him, and maybe you won't. But it should really play a part in your decision. You become vice president of the United States, and your family becomes super wealthy immediately. Immediately. I guarantee you this, Mike Pence, our vice president, our great vice president, never did that. It's a whole different world. Joe Biden, whether you call him a corrupt politician or whatever you want to call him, this is a very, very serious thing, and everybody's talking about it, although the media and big tech is trying to keep it quiet. But I only say this, you have to make your decision. I don't know what's going to happen, but this is corruption at the highest level. Thank you very much. Go to the voting booth and vote early and in person. Don't let them take your vote away. The most بيفضل طبعا فوت ان بيرسون، لكن عايز اقول لكم حضراتكم انبه ان في 92 مليون ناخب امريكي عبر البريد اوريدي انتخبوا. 92 مليون، والكلام ده ذاعته سكاي نيوز والصوره موجوده مع حضراتكم، المخرج يبينها لكم. اكتر من 92 مليون ناخب امريكي صوتوا مبكرا في الانتخابات. في انتخابات حاليا، اللي عايز يروح ينتخب واللي عايز البريد لغايه بكره. بعد بكره مفيش انتخابات ومفيش بريد ومفيش اي حاجه. محدش يقول لا هبعته بعد بكره، هبعته قبلين، هروح مش عارف ايه. في ممكن تاخد الحاجات دي وتكتبها في سنتر، السنتر للانتخابات، وتروح بنفسك، يا تحط الجواب يا اما تنتخب بنفسك. لو وريتهم الجواب تقول لهم انا عايز انتخب ان بيرسون. 92 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم عبر البريد، فاضل كتير. طبعا الدقايق اللي اتكلم فيها ترامب عن بايدن ما عبش فيه، ما قالش فيه حاجة، قال إن هو كان فايس بريزيدنت لمدة 8 سنين، ما سمعناش ليه أي قرار، أي تدخل، أي حاجة. الناس فوجئت إن ده كان فايس بريزيدنت لأمريكا في 8 سنين قبل مع أوباما، ويعني 4 سنين، يعني من 4 سنين كان هو فايس بريزيدنت. عمل ايه؟ حضرتك يا ناخب يا امريكي هتعرف 8 سنين اوباما وبايدن عملوا ايه. في حاجات هنقول ايجابيه، معرفش انت اللي تعرفها وانت اللي حاسس بيها، لكن في حاجات سلبيه كتير كتير قوي، وبايدن لم يتحرك وياخذ فيها قرار، وكل الفيديو كان ترامب بيقول الكلام ده. طبعا النقاش حاد جدا في الاعلام هنا، يعني سيل من اللي تبع بايدن واللي تبع ترامب، ومناقشات حادة جدا. فناخد جزء صغير بس من هذه المناقشات نوريكم نموذج يعني للي بيحصل هنا. غير الديبيت، الديبيت حصل مرتين، وحصل مرة مع بنس وكاميلا،
برضو، وكان كفة دونالد ترامب كانت الأرجح في كل ده. يمكن الديبيت الأولاني ابتدى الديمقراط أو الإعلام الديمقراطي يغطي على ترامب، لكن واضحة جدا إن في ولايات أصواتها عليت للريبابليكان بعد هذا الديبيت. نشوف مع بعض الحوارات اللي هي جزء من الحوارات اللي موجودة على القنوات، وهذا الحوار بين 4 سياسيين وبين المذيع، ونشوف حللوا قالوا ايه، نشوفهم مع بعض. Kayleigh McEnany, Trump 2020 senior campaign advisor. Kayleigh, thank you for being here. We are certainly all in the home stretch of this election season, just 3 days to go. So what do you think is the most important thing that President Trump could be doing right now? Obviously, he's holding a lot of rallies in the next few days. What is the most important aspect of his message that you think he should be getting out there front and center right now? What he's doing is he's offering a choice to the American people. We had a novel virus come in from China. The American people have a choice. Open the country safely with President Trump or close down the country. Joe Biden will close down your schools, your churches, your workplaces. You have a choice to bring back the hottest economy in modern history, which President Trump brought us, historic lows in unemployment, or go to Joe Biden, who brought us the slowest economic recovery since World War II. He will raise your taxes on day one. He said so. And finally, you have a choice on health care. Costs are coming down, premium costs, drug prices are going down. You can choose that, or you can choose an end to Medicare as we know it, with Medicare for All, which is socialized medicine, and sky-high premiums, which is what we saw under Obamacare. That is the choice the American people have, and they will choose President Trump on November 3rd. Kayleigh, where the president goes, where candidates go in the last stages tell us a lot about what where we are on the map. And the fact, frankly, that former Vice President Joe Biden was in Minnesota shows that that state they normally take for granted is also in play. We've got the president going today, 4 stops in Pennsylvania, I believe, Bucks County, Reading, Butler, will be ending outside of Pittsburgh. Then he's in Michigan, he's in Iowa, he's in North Carolina, and be down in Florida and Georgia as well. What does his travels tell you, what should it tell the voters and people watching this race anxiously where he's going? What does it tell us about the campaign he's running? Yeah, it's a great question, Pete. Joe Biden's often confused, but right now his campaign is more confused than ever before. When you go in one breath to Georgia and Texas, and then in the next breath you go to Minnesota, a state no Republican has won since 1972, a state President Trump almost won by 1.5 percentage points. When you're stopping by Minnesota, that should worry you. That should tell the American people all they need to know. We are leading. I just checked out the numbers before I came on the early vote. We are 8 points ahead in ballots returned in Wisconsin, 2 points ahead in ballots returned in Michigan. They are on the run to find a state. They thought they had this. He hid in his basement from the American people. He won't fight for your vote, so he won't fight for you as president. So right now, they're trying to find a path to victory. We are very confident that we are going to win in 2 short days. Kayleigh, I know the election is the front of everyone's mind right now. الاحتداد طبعا على الهواء، وواضح طبعا انها مذيعه الضيفه لترامب. قالت حاجات كتيره، قالت كمان في كونفيوز للكامبين بتاع بايدن، انه بيروح ولايات تقريبا هي حسمت لصالح ترامب، لكن هو برضه رايحها. نشوف ترامب من نشاطه طبعا بيروح ان بيرسون وبيكلمهم، ما فيش عبر شاشات ولا حاجه، في وسط الكامبين رغم اصابته بكوفيد 19 وشفائه منه. نشوف النهارده هو كان في ميتشيجن، ونسمع قال ايه للناس في ميتشيجن كعادته بقوته بخطابه الشعبوي. نشوف ترامب قال ايه للفوترز ان ميتشيجن. Does anybody have a coat I could use, please? This is definitely not the right one. Hello, Michigan. Hello, Michigan. And thank you very much for 4 years ago, but I gave you a lot of auto plants, so I think we're even, right? We have made America powerful again, our military so powerful.
We have made America wealthy again. Look at what's happening. 401ks are doing very well. We have made America strong again. We have made America proud again. We have made America safe again. And we will make America great again. Thank you very much, Michigan. Thank you. بهذا الخطاب اللي هو شعاره دايما أمريكا تبقى في المقدمة في كل حاجة في يعني طبعا براود أمريكا القوة بتاعت أمريكا تبقى في قوتها وأيضا قوة اقتصادها وأيضا في عظمتها في الآخر خالص أمريكا إن عظمتها هو بيقول جريت أجين والحقيقة يعني في الأربع سنين اللي فاتوا البطالة تقريبا انخفضت إلى أقل من 1% وكان في طفرة اقتصادية جدا في أمريكا وبيعد في الأربع سنين القادمة لو فاز طبعا وهو واضح إنه واثق في الكامبين بتاعه واضح في واثق كمان في الفوترز إن الاقتصاد بتاع أمريكا سينهض ويبقى أقوى وأقوى وأقوى. ترامب واثق في كلامه وفي نفسه بايدن بصوت هادي كده وخنوع وخشوع و ما اعرفش في بعض الولايات المتأرجحة ابتدت تميل الى ترامب ما زال طبعا الاعلام واستطلاعات الرأي لصالح بايدن بالاعلام الديمقراطي لكن في الاعلام لصالح ترامب بيعلن تفوق ترامب يعني كلتا الجانبين اعلام هنا بيعلن تفوق ترامب واعلان هنا والاكثر هو الديمقراط فبيعلن تفوق بايدن لكن الحسم فاضل عليه النهارده وبكره ويمكن علشان الفرز في البريد تتأجل النتيجه او تعلن بكره كلنا هنقعد قدام شاشات التلفزيون ونشوف النتيجه بالبوينتس وبالمجمع الانتخابي وهتبقى مباراه جميله وحلوه في الديمقراطيه ما بين الاختيارات والاراء والناس اللي هتروح تنتخب والناس اللي انتخبت فعلا بالبريد ملايين 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 بيختاروا مين يمشي البلد مش مين يحكمهم لان هم بيحكموا نفسهم بالقوانين حتى القوانين بيختاروها بنو وييس انا موافق على القانون ده او مش موافق على القانون ده مفيش قانون بينزل الا بشعارات انتخابية او في اماكن انتخابية ويوافق عليه الشعب اللي عارف مصلحته كويس في ناس طبعا يعني بتنتخب لمجرد الانتخاب لكن اغلب الناس واعيه وبتختار على اساس سليم وايضا في اعلانات في التلفزيون وفي القنوات بعض القنوات بتبين مساوئ او محاسن هذا القانون اللي بيختاروه في كل منطقه مختلفه طبعا لاختلاف الاسماء وفي كمان انتخاب قضاه محليين وايضا المايور اللي هو العمده بتاع المدن و بالنسبة للكاونتي كمان لو في اختيارات في السنت والحاجات دي كلها برضو بتخش من ضمن الانتخابات الأمريكية مش الرئاسة بس لا في حاجات تانية داخلة والكراسة بتجيلك وانت تقعد تدرسها قبلها بشهرين وتوافق على ده ومتوافقش على ده لك كامل الحرية وانك تودي بالبريد او انك تحضر in person يعني بشخصك وتنتخب عظمة الديمقراطية تتجلى هذه الأيام في امريكا رغم ان في يقول لك تهديدات ومظاهرات وكلام من ده دي كلها روافض للديمقراطيه في ناس بتتجاوز والقانون بيتصدى ليها طبعا طبعا لكن في الاخر خالص الناس بتقول رايها من غير اي عصبيه من غير اي خلافات في الشارع الا من القله ومن البعض وده بيتم السيطره عليها بالقانون بحفل ديمقراطي رائع مثل للعالم كله أمريكا بتنتخب الرئيس نيجي بقى قبل الانتخابات في مصر وأخبارها وإعلان النتيجة وكان في النهاردة مؤتمر صحفي وأعلنت النتيجة قبل كده الأنبا أرمية زار الأنبا بخوميوس وبنقول نيافة الأنبا بخوميوس مطران البحيرة الحمد لله على السلامة سيدنا وشفائه من فيروس كورونا والنهاردة الخبر على صوت المسيح الحر نوفمبر النهاردة 2 الخبر نازل مبارح يعني ممكن نقراه مع بعض
الأنبا أرميا نهنئ نيافته وشعب المطرانية بسلامة العودة. كتبت ماريا ألفي: نشر نيافة الأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي وقناة ميساد مصر وأمريكا جانب من زيارة الأنبا أرميا لنيافة الأنبا بخوميوس مطران البحيرة وتوابعها والخمس مدن الغربية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقال نيافة الأنبا أرميا: نشكر الله على سلامة أبينا الحبر الجليل نيافة أنبا بخوميوس مطران البحيرة والخمس مدن الغربية وعودته إلى مقر الكرسي سالما. نهنئ نيافته وشعب المطرانية بسلامة العودة. وتجدر الإشارة إلى نيافة الأنبا بخوميوس كان قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد قبل شهرين وتعافى من الفيروس، وقد ذهب قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الأسكندرية وتركت كرازة المنقوصية للاطمئنان على صحته قبل 3 أسابيع. وهذه الصور تبين زيارة الأنبا أرميا لنيافة الأنبا بخوميوس مطران البحيرة والخمس مدن الغربية. الحمد لله على السلامة يا سيدنا، وقبال باقي كل الناس اللي عندها كوفيد ما تخف إن شاء الله بدون ترك أي آثار لهذا المرض. أيضا من الكنيسة الإنجيلية وشفاء الخس أندريا زكي رئيس طائفة الإنجيلية، وبيبعت رسالة بعد تعافيه من فيروس كورونا. وفي ناس كتير أصيبت ولسه بتقول لي ميرا في الميكروفون الداخلي إن مين أبينا أبونا رفائيل أفامينا برضو بنقول له الحمد لله على السلامة، هو برضو أصيب من فيروس كورونا وخف وبنقول له الحمد لله على السلامة يا أبونا. بننشر رسالة القس أندريا زكي بعد تعافيه من فيروس كورونا. وكتبت أيضا ماريا ألفي لصوت المسيحي الحر: نشر نيافة القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر رسالة في أول يوم عمل، وذلك بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد، حيث نشرت الصفحة الرسمية للطائفة الإنجيلية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسالته، والتي قال خلالها: الله ترأف علي وعلى أسرتي. وأضاف قائلا: نشكر الله بإخلاص من قلوبنا على رحمته بعد أن ترأف علي وعلى أسرتي وأثر إصابتنا جميعا بفيروس كوفيد 19 وعبرنا التجربة بتحنن الله معنا، وتماثلنا للشفاء بعد عمل جميع الاختبارات اللازمة للتأكد من تجاوز جميع مراحل المرض. كما توجه بالشكر إلى كافة قيادات الدولة المصرية ورؤساء الكنائس المصرية والسادة أعضاء مجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية وشعب الكنائس الإنجيلية والكنائس المصرية بكافة طوائفها في مصر وخارج مصر وجميع فئات الشعب المصري الأصيل الذين حرصوا على الاطمئنان علينا والصلاة لأجلنا. وتوجه أيضا بجزيل الشكر للقطاع الطبي وفريق الأطباء المتابعين خلال فترة الاستشفاء على اهتمامهم ورعايتهم الطبية، واختتم قائلا: نطلب من الله الشفاء العاجل لكل مصابي فيروس كورونا بمصر والعالم أجمع. الحمد لله على السلامة، ونشكر ربنا من أجل شفاء القس أندريا زكي رئيس طائفة الإنجيلية. ومن أخبار الكنيسة أيضا الأنبا أنجيليوس يعني مطران أسقف عام في مصر بيؤكد أن الكنيسة على موقف حيادي تماما من كل الانتخابات البرلمانية، بيان لنيافة الأنبا أنجيليوس لكل من يزج باسم الكنيسة بدعاية انتخابي. أعلن نيافة الحبر الجليل الأنبا أنجيليوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية ومجمع أباء كهنة المنطقة ووقوفهم على أرضية مشتركة وعلى بعد واحد من كافة مرشحي مجلس النواب، ويشجبون كل من يزج باسم الكنيسة في دعاية انتخابية كاذبة لحساب مرشح دون آخر أو يساء بها لمرشح من المرشحين. لذلك نهيب شعب حي الساحل بدراسة برامج المرشحين والاستماع لهم للانتقاء فيما بينهم ومن ثم اختيار من يرتاح له ضمائرهم ومن يصلح للمرحلة. يضيف نيافة الأنبا أنجيليوس: نشجع الجميع بأداء الواجب الوطني والأداء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بكونه حق وطني يجب أن يتمسكوا به وبواسطته يتم ارتقاء الأوطان. الله يبارك مصرنا الحبيبة وقيادتها وشعبها.
طبعا احنا مع نيافة الأنبا أنجيلوس وبيان الكنيسة متمثلة في نيافته ان الكنيسة تبعد تماما عن هذا العمل الا بالتوعية. يعني ممكن تقول لك انتخب روح وادرس وشوف، ده توعية، ده العمل الاجتماعي، لكن تقول لك اختار مين او ما تختارش مين مش من حقها ومش من حق اي مؤسسة دينية ايا كان الدين او المذهب او الكنيسة او اي حاجة تانية انها توجهك لاختيار على اساس ديني. ما ينفعش، لازم على اساس وطني، على اساس مصلحة للوطن ومصلحة للمواطن في التشريع والرقابة. تلك هي وظيفة المجلس، مجلس النواب. في خبر مفرح كمان، في فيلم اتعمل عن مسار العائلة المقدسة والحقيقة هيتعرض قريب، والفيلم ده للأماكن الرسمية للعائلة المقدسة حسب ما ورد في كل التاريخ ومؤيد بالدليل والبرهان. نشوف الخبر كده ونقراه مع بعض. الكنيسة تعلن عن عرض فيلم مسار العائلة المقدسة في هذا التوقيت، وطبعا يتصدر الخبر في الفيلم الوثائقي مسار العائلة المقدسة في مصر، وهذا العمل يقدم. وهنقرأ الخبر برضو من موقع صوت المسيحي الحر. أعلن المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن عرض فيلم مسار العائلة المقدسة في مصر يوم السبت المقبل، وذلك على مسرح الأمبرويس، حيث قال متحدث الكنيسة في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صباح اليوم إن الكنيسة القبطية تحتفل يوم السبت المقبل بعرض الفيلم الوثائقي مسار العائلة المقدسة في مصر، وكذلك إصدار كتاب عن نفس الموضوع، وكلاهما الفيلم والكتاب من إنتاج دير الشهيد ماري جرجس للراهبات بمصر القديم. وأوضح متحدث الكنيسة أنه تم ترجمته إلى 6 لغات، هي الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والروسية والألمانية والإسبانية، كما تم عمل دوبلاج للفيلم باللغات ذاتها. وأشار إلى أنه يشهد عرض الفيلم خلال الاحتفالية التي ستقام بمسرح الأمبرويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية قداسة البابا تودروس الثاني ولفيف من رجال الدولة وسفراء عدد من الدول ذات الصلة وأحبار الكنيسة وكهنة جميع المناطق التي يشملها المسار. ودي صورة للكتاب اللي بعديها، برضو تحتفل الكنيسة بأن ده الكتاب بعرض فيلم وثائقي، وكمان يعني الفيلم والكتاب الاثنين في مسار واحد. ودي الصور دي موجودة، ودي ختم الكنيسة. وحضراتكم الخبر زي ما هو موجود قدام حضراتكم. معلش طبعا أنا بلبس النظارة عشان أعرف أقرأ الأخبار. هنا الصور بيقول برضه تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا المعظم البابا تودروس الثاني يوم 7 نوفمبر الساعة 6 مساء بمسرح الأمبرويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعرض فيلم وثائقي عن مسار العائلة المقدسة في مصر. وسيقام الحفل، سيضم الحفل بعض من قيادات الدولة، السادة الوزراء والمحافظين، وتم دعوة بعض من السفراء ودعوة الآباء الأساقفة والكهنة لكل منطقة في المسار. ودي كانت الخبر السار يعني لمسار العائلة المقدسة. ربنا يكمل وتتحط على الخطة العالمية، اتحطت بي كمان بموافقة من قداسة البابا فرانسيس في روما، وأعتقد أنها تبقى متاحة قريب للبرنامج السياحي بعد إن شاء الله ما ينخف من كورونا، ويمكن بعد الفاكسين يمكن مباشرة يكون لينا نصيب في عدد من السياح يزور مصر لهذا المسار التاريخي اللي الناس كلها تحب تعرف وصل من فين وراح فين ورجع ازاي. الحقيقة في خبر كمان إيجابي قلنا في التربية والتعليم. احنا قلنا كل الأخبار النهاردة هتبقى إيجابية، مفيش أخبار سلبية، علشان الناس خلاص من كوفيد-19 وكتر الأخبار الوحشة أو الأخبار عن حاجات معينة. ومش هتكلم عن فرنسا، في برامج كتير قوي هتتكلم عن فرنسا واللي بيحصل في فرنسا، أنا مش هتكلم عن الموضوع ده.
إلا إذا تطور أكتر من كده يعني. لكن في ناس بتتكلم في القناة هنا عن الموضوع ويعني اتقال كتير قوي فيه، لكن هو في الآخر لابد أن ندين الجريمة مهما كان مبررها، ولا تبرير للجريمة أساسا، عشان من الآخر يعني الجريمة جريمة بفعل القانون، لكن أي حاجة تانية فيها إساءة فيها غيره لا نرضى بالإساءة. يجب أن يكون الفكر بالفكر، وارفع قضية تحتج بالفكر، تحتج بالرأي، تستدعي سفير وتقول له وضح لي الموضوع. ده كل ده جايز، لكن القتل على الشخص ده على أساس أنه عمل كذا بصفة فردية، أو أنه زي عمل إرهابي زي الاعتداء على كنيسة نوتردام اللي هي موجودة في فرنسا، ده حاجة غير مقبولة من كل الدول. وأول دولة أعلنت إدانتها للحادث بتاع نوتردام كانت جمهورية مصر العربية، والأزهر برضو أيضا أعلن إدانته للحادث، وأغلب الدول الإسلامية اللي فاهمة يعني إيه حادث إرهابي أعلنت إدانتها للحادث. نيجي بقى للتربية والتعليم، وفي خبر حلو قوي للمدرسين اللي بيشتغلوا في المدارس الخاصة اللي هو التعليم الخاص. نشوف الخبر مع بعض. قرارات مفرحة من وزير التعليم للعاملين بالمدارس الخاصة. دكتور طارق شوقي لسه مازال بيعمل وبيعمل بجد يعني، وهيطور التعليم، وكل اللي حواليه دلوقتي مقتنعين ان لازم التعليم يتطور في مصر. فأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم انه قبل نهاية العام الجاري 2020 سيتم اتخاذ قرارات مفرحة فيما يتعلق بمشكلات المدارس الخاصة، سواء رواتب العاملين بها وكذلك المصروفات الدراسية بالنسبة لأولياء الأمور الاثنين. جاء ذلك ردا على سؤال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن تدني رواتب العاملين بها. وأكد وزير التربية والتعليم أن كل ما يتعلق بموضوع التربية التعليم الخاص والدولي بما فيها المصروفات الدراسية ستكون محل دراسة، وسيتم وضع الحلول اللازمة لها قريبا. وقال علي عبد العال: لا يجب أن نترك التعليم الخاص أن كل واحد يمشي براحته. وأكد عبد العال أن تدني مرتبات معلمي المدارس الخاصة ينعكس على العملية التعليمية، وهذا أمر غير مقبول، قائلا: ثقتي كبيرة في الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. ورد الدكتور طارق شوقي: أن لن يمر هذا العام إلا بعد التعديلات في الأجور، وأيضا في عمل كنترول لمصاريف المدارس الخاصة. الحقيقة يعني التربية والتعليم في مصر بيشهد مرحلة نهضة، جايز مش حاسينها دلوقتي لكن في بعض الناس فعلا لمساها. جايز المدرسين لسه ما تدربوش كفاية على الحاجات الجديدة، لكن هو ده لازم تحديث. في سلبيات ما اقدرش اقول ما فيش، طبعا في، ومع الوقت السلبيات دي لازم انها تكون هتنتهي. بآراء المدرسين، باقتراحاتهم، المدرس نفسه هو اللي هيحط مش منهج، هيحط طريقة واستراتيجية ازاي يوصل ما تريده الدولة والوزارة من تطوير للتعليم ومواكبة التعليم العالمي. بنبدأ، لكن احنا ما وصلناش 100% من البداية، لكن لابد ان نبدأ، لان التقليد خلاص انتهى عصره في كل الدول، وبقينا فيه يعني ترتيب غير مرضي لمكانة مصر من ناحية التعليمية. الآن يمكن أعلن الدكتور طارق شوقي من 3 أو 4 أسابيع فاتوا أن ترتيب مصر في بعض السكيلز اللي بتهتم بالتعليم ابتدى يتقدم، خصوصا التعليم الجامعي. والتعليم الجامعي في مصر فعلا بيبتدي ينظر له بالجامعات، وشايفين طبعا افتتاح للجامعات المصرية والاهتمام بالجامعات المصرية، وانها بتاخد ناس متفوقين، مش مجاميع متدنية، لا هي مجاميع عالية جدا، لكن هي اقل شوية من الاكاديمي اللي هو تبع الحكومة، لكن في نفس الوقت هم متفوقين برضو، وهينهضوا بالحاجات التخصصات اللي عايزاها مصر او اللي محتاجها المجتمع. نيجي بقى لانتخابات مجلس النواب. عايز اقول اسماء النواب، يعني في
ما تنظرش للسلبيه، ان في الفردي ما فيش، في المرحله الاولى ما فيش ولا واحد قبطي نجح. مش مهم، مش هو ده الموضوع، يعني مش هو ده اللي يخليك تاخد الموضوع سلبي. في طبعا ناس نجحوا في القايمه، لكن في ولاول مره اكتر من 6 افراد تقريبا، يا 6 يا 8، بيعيدوا اعاده في دوائر كبيره جدا، وفي احتمالات نجاح كبيره ليهم في محافظات كثيره. وده الخبر الايجابي في الموضوع. يا 6 يا 8، نتاكد من استاذ نادر لما نجيبه، غالبا هم 8 او 6 افراد بيعيدوا، منهم طبعا ماجد توبيا في نجح حمادي، وبنتمنى له كل التوفيق، وايضا في المنيا ونتمنى لهم كل التوفيق، وبنقول كمان مبروك للي نجحوا في القوايم، الدكتور ايهاب رمزي والاستاذ ايمن شكري. الحقيقه طبعا يعني تهنئه كبيره قوي من الفنان هاني رمزي لاخوه سياده المستشار استاذ القانون ايهاب رمزي لنجاحه من ضمن القائمه الوطنيه، وبنقول له مبروك يا دكتور، واحنا منتظرين ان احنا كمان يكون معانا على التليفون، ان شاء الله نقدر نجيبه ونهنيه تهنئه. هو يعتبر يعني اي حاجه قانونيه بتخص اي حاجه احنا بنحاول ان احنا طبعا نستشيره فيها بقدر الامكان، وهو لا يبخل تماما على ان يدلنا مش النصيحه القانونيه، بيدينا الفهم القانوني علشان نفهم الناس ايه اللي حصل في هذا. طبعا النجم هاني رمزي بيهنئ شقيقه، وده على الفيسبوك، الدكتور ايهاب رمزي بفوزه بالانتخابات البرلمانيه. نشر النجم هاني رمزي على صفحته الرسميه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور يهنئ فيه شقيقه النائب الدكتور ايهاب رمزي بفوزه بعضويه مجلس النواب، ونشر قائلا الف الف مبروك لاخويا النائب الدكتور ايهاب رمزي عضويه مجلس النواب، ومبروك لكل القائمه، وربنا يوفقكم لخدمه مصر وشعب مصر العظيم. يذكر ان المحامي ايهاب رمزي خاض الانتخابات ضمن كونه كوته الاقباط، يعني بقائمه من اجل مصر. هو ما فيش كوته على فكره، هي كل العمليه ان القوائم بتختار وعلى حسب الشخصيات، ويعني لو في الانتخابات بالقوائم اعتقد ان الدكتور ايهاب قبل كده في القوائم المفتوحه كان فاز، ويعني وبجداره في دائرته في المنيا. بنقول له مبروك، مبروك يا دكتور، وهو معانا على التليفون وبنهنيه تهنئه شخصيه. القناه كلها فرحانه وبنهنيك، وبنقول لك يعني خبر اسعدنا جميعا، فوز القائمه الوطنيه التي تحتوي اسم حضرتك. مبروك عليك النيابه، ومبروك علينا شخصيه محترمه زيك تكون في مجلس النواب. ربنا يخليك ومسي على تهنئتك، انا ما استحقش تهنئتك ولا استحق هذا المنصب يعني. لا ده انت تستحق، واحنا عايزينك يا دكتور، واحنا عارفين انك بتعمل دايما من اجل الصالح الوطن والمواطن، ومن خلال كلامك والاستفسارات القانونيه اللي بنطلبها من حضرتك بتفسر لنا، وبتبقى طويل الأناة معانا علشان نفهم ايه الحته القانونيه واتحكم في دي ازاي وكده. لكن يعني اوصف لنا طبعا شعورك بالنجاح الاول، و ايه شعور القائمه الوطنيه لانها اكتسحت يعني. اتفضل يا دكتور. هو الحمد لله طبعا القائمه الوطنيه اكتسحت باكتساح كبير جدا، ولانها اولا قائمه تضمنت 12 حزب، قائمة تضمنت كل فئات المجتمع وكل أعراق المجتمع، ودي كانت اختيار، كان اختيار موفق فعلا، وتضمنت أيضا فئات مهمشة كبيرة، وده في حد ذاته كان اختيار يعني من أفضل الاختيارات اللي مرت بيها اختيارات الأحزاب في الدورة البرلمانية الحالية. وبالتالي كانت لديها قبول كبير في بين الشعب المصري، يعني الشعب المصري اطمئن انه هذه الاختيارات اختيارات كلها وطنيه، ومحدش له انتماءات خارج يعني انتماءاته كلها انتماءات وطنيه. وفي نفس الوقت طبعا احنا لا شك ان احنا مصر بتحارب الارهاب
وبتحارب الإخوان، وده يعني القيادة الوطنية هي ضمان في حد ذاته، ضمان في حد ذاته إنه كل الموجودين كلهم انتماءاتهم كلها انتماءات تهدف إلى يعني رفعة مصر. تمام. مفيش حد فيهم عاوز يعني حاجة شخصية يحارب الدولة. طبعا لأن احنا كلنا 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 بنعمل أجل مصلحة مصر، لأن دي أمر مهم جدا. فكانت هذه القائمة لديها قبول كبير من أغلبية الشعب المصري. تمام. فده بالنسبة طبعا بالنسبة لل يعني للقائمة. القائمة طبعا احنا خدنا انتخابات وكان عليها انتخابات كبيرة جدا، وقدرنا ان احنا نوصل لوعي الشعب في انه هذه الانتخابات يا جماعة اللي انتوا حصلتوا عليها من مصادر إخوانية ومن منابر إخوانية دي كلها تهدف الى يعني التشكيك في العملية الانتخابية بصفة عامة، وهم اعضاء مصر مش عاوزين برلمان، اعضاء مصر عاوزينها فوضى، اعضاء مصر بيقولك انتوا مش هتقدروا تعملوا انتخابات في ظل هذه الكورونا، وان المسألة دي يعني الدول كلها طبعا توقفت ومصر لابد تتوقف، وهم مش عاوزين انه يعني ركن من اركان الدولة غير السلطة التشريعية يكتمل. وكانوا هم برضو في ذهنهم يعني برضو الاخوان كانت بتسعى، لان الاخوان عملت قائمة تانية مضادة وهي قائمة نداء مصر، وكان بياخدها زعيم اخواني كبير اسمه طارق زيدان. طارق زيدان ده كان له تاريخ كبير في الاخوان، وهو ابتدى يكون القائمة قائمة نداء مصر دي، وكان يهدف من خلالها ان هو ازاي يتسلل ويعمل انقلاب وثورة بيضاء جديدة من خلال البرلمان. بنسميها ثورة بيضاء لانها بيرغب في بيكرر نموذج تونس. وده اللي كنا حريصين عليه، لان تونس النهارده بعد الثورة تونس النهارده تم اعادتها تاني الى حضن الاخوان من خلال البرلمان. بالظبط. ودي كانت مشكلة، ودي المشكلة، وكان هو ده هدفهم او تنظيمهم وتخطيطهم للبرلمان القادم. انه يخش ويحصل على اغلبيه ويبتدي يبتدي بقى ايه يغير ويبتدي يدخل من جديد في مفاصل الدوله ويستحوذ على السلطه التشريعيه في الدوله، ومن خلال السلطه التشريعيه في الدوله يستحوذ على كل مفاصل الدوله. تمام. ودي كانوا يعني وصلنا الى وعي كبير قوي من الشعب الى مدى خطوره قائمة نداء مصر اللي هي القائمة المنافسة يعني. وقلنا يا جماعة خلي بالكم ان تشوفوا نموذج تونس حصل ايه، وتونس دلوقتي وصلت لايه، ان السلطة التشريعية، لان السلطة التشريعية هي اللي بتوافق الان على الوزراء وتعيين الوزراء وتعيين رئيس الوزراء. تمام. فرقابة السلطة التشريعية بيخليها تتحكم في السلطة التنفيذية ووفق للدستور المصري. فمدى خطورة هذا الأمر إن لو احنا النهارده سيبنا السلطة التشريعية سيبنا البرلمان، هتلاقوا إن البرلمان لو أخذ أغلبية وتسلل الإخوان وأخذوا أغلبية هنلاقي التسلل ده أيضا يصل إلى السلطة التنفيذية. طبعا. ووصلنا إلى مصر وكأن ثورة لم تقام، ثورة 30/6 لم تقام، ونعود تاني إلى مربع الصفر ومربع الفوضى وتنهار مصر تاني مرة أخرى. تمام. فطبعا الحمد لله كان الشعب المصري برضه استوعب، كان واعي واعي وقدر يخرج ويشارك، طبعا مشاركة إيجابية جدا بأكثر مما كانت عليها السنوات اللي فاتت، اللي هو طبعا البرلمانات السابقة يعني. تمام. هنتكلم عن الأرقام يا دكتور. الشيوخ. عن الأرقام، وتسعة مليون وشوية ما يقرب من عشرة مليون راحوا للمرحلة الأولى، وده نسبة غير مسبوقة حتى في انتخابات البرلمان التي أقيمت حتى في عهد الإخوان، ما كانش العدد ده موصلش لستاشر مليون كله على بعضه، يعني احنا بمثابة ان احنا ممكن نعدي العشرين مليون في المرحلتين. لكن في هنا حاجة برضو أحب أقولها من خلال الأرقام، ان في ناس ابتدت تبلبل الناس
وتقول لهم اختاروا زي الفردي ما بيختار اتنين او تلاتة، اختار قايمتين. فدي اغلب الاصوات تقريبا 1,700,000 يعني 1,800,000 صوت باطل، وده صعب جدا ان يعني الاخوان استخدموا التضليل للناس علشان الاصوات تبطل، ومع ذلك كان اكتساح للقائمه الوطنيه. علقنا على الارقام وتنبيه في المرحله الثانيه ممكن ان احنا ناخد بالنا من الناس اللي ممكن تضلل قدام اللجان حاجه زي كده يعني. اتفضل يا فندم. لا بصوا طبعا كان هم استغلوا يعني عدم يعني الوعي الكامل للشعب، واستغلوا الناس البسطاء وبدا يضللوهم من على اللجان بانه ازاي يبطلوا اصواتهم يعني. تمام. وده كان ما بقول لك استغلوا البساطه، استغلوا عدم الوعي بالعمليه الانتخابيه. دي نقطه مهمه جدا، لان احنا عندنا يا جماعه برضو الريف ما زال حتى الان، والريف في الصعيد احنا اول ما حركه مرحله الصعيد وكانت اكبر نسبه مشاركه. فالارياف في الصعيد طبعا فيها اميه، فيها جهل يعني، خاصة مع الناس كبار السن، الناس كبار اللي هم يعني نسبة الفلاحين والمشاركين الفلاحين اللي هم في مصر كانت نسبة كبيرة، وبالتالي استغلوا هذا الجهل وبدأ يضللوه. فطبعا في جزء كبير قوي انساق، جزء كبير جدا، انك شفت الرقم كبير جدا طبعا، وده كان برضه مشكلة يعني. دي مشكلة كبيرة جدا ان احنا واجهناها، انه ازاي اصوات بطلة نسبتها كبيرة جدا، المفروض يعني النسبة دي ما بتحصلش في ظل يعني المفروض يعني، في خاصة انك انت مثلا القايمتين في ورقة صغيرة ويختار بينهم واحدة، مفيش لخبطة يعني، المفروض انت بتختار بين قايمتين بتختار واحدة بالظبط. نسبة المشاركة يعني المفروض مسألة بسيطة مبسطة، ولكن هم التضليل بقى في الفكر انك انت تختار اثنين وتعلم على اثنين. وساعات ناس يقولوا لهم ايه، بدل ما اتعلم صح اعلم غلط. خد بالك في العلامة حتى كمان طريقة العلامة يقولوا ايه علم ايه اكس يعني غلط كده هو على الاثنين. فالناس طبعا ما عندهاش الوعي الكامل في الموضوع ده، فطبعا على كده نسبه الاصوات الباطله كانت عاليه جدا طبعا. وده دليل على يعني يعني نزاهه اللي بياخد الصوت وبيتتبعه وبيفرزه انه يعلن عن 1,800,000 صوت باطل، طبعا نزاهه غير عاديه وما يعني لم يسبق لها مثيل في الانتخابات ما قبل. انا اتفضل يا فندم. يعني احنا في دايرتنا مفيش شكوى واحدة. تمام. مفيش شكوى واحدة اللي يعني، وكان الأمور كلها شفافية، وكانت الفلز على عينك يتجه كل قدام كل المناديب الموشحين كانوا حاضرين وكلهم في مكانهم، وكانت الأمور ما كانش في اعتراض واحد من أي موشح. تمام. يعني كان الفردي مثلا كانوا في دائرتنا 43 موشح عشان ياخدوا 4 مقاعد. تمام. فال 43 مرشح ولا مرشح قال انا اتظلمت. مظبوط. ولا مرشح يعني انتقد لجنه الفوز او لجنه الانتخابات، ولا مرشح انتقد. ولا شكوى من حد، اللي سقط كان راضي واللي نجح كان راضي. كان راضي، تمام. ليه؟ لان المساله كان فيها حياديه كامله وكان فيها شفافيه كامله. تمام. وبالتالي ولا طعن. لأنه التضليل حصل في القوائم، في انتخابات القوائم، لكن في الفردي حتى الرقم بيدل عليه تقريبا 1,000,000 صوت باطل هنا، لكن 1,800,000 ضعف الأصوات تقريبا باطل في الأسهل في الاختيار، فيبقى في تضليل حصل. بالضبط. فكان يعني تضليل، بس احنا طبعا المسألة كانت كبيرة والوقت كان ضيق يعني. احنا بالنسبه لنا كقوايم ابتدينا الشغل كانت يوم 5/10، كان بدايه الدعايه والاعلان وفقا للقانون كان 5/10، وبدايه الصمت الانتخابي كان 18/10، ده بالنسبه للقوايم. تمام. فطبعا كلها 13 يوم يعني، ده بالظبط يعني فتره ما هياش كبيره يعني. طبعا الصمت الانتخابي 18/10، 13 يوم في دايرة كبيرة جدا، 3 مراكز
كبار. الثلاث مراكز 2,800,000 2,800,000 صوت نسمة. لا يعني النصوص يعني احنا كانت في حدود تقريبا عدد الاصوات 1,300,000 صوت برضو كتير يعني. 1,300,000 صوت دايره كبيره جدا. طبعا في 13 يوم توعي ازاي الناس والتعب، وكان مساله صعبه جدا. بس اكبر حضور كان في المنيا، يعني اكبر حضور للاصوات كان في المنيا، وكانت محور يعني محور بالضبط. وكانت يعني القائمه الوطنيه اخذت في المنيا 75% من الاصوات، 25% قائمه نداء مصر. تمام. فطبعا ده برضه نسبه كبيره جدا، 75% 25% في المنيا طبعا، لان النسبه الثانيه هي ما بين متارجح وما بين مضلل وما بين اخواني وسلفي. لا انا يعني كان الاصوات الصحيحه. لا بص، ده برضه كانت فينا زعف رصد اصواتهم يعني. يعني انا بتكلم على مجموعه الاصوات الصحيحه، كانت الاصوات الصحيحه كانت 75% من الاصوات الصحيحه، 75% قائمه نداء مصر يعني في محافظة المنيا. بس فالحمد لله الموضوع يعني كان ليه ايجابيات وحاجه كانت مشرفه. هو بنسبه 28 وحاجه في المية، يعني بنسبه حضور 30% تقريبا، 30% من اجمالي عدد الاصوات الموجود في في الملفات، فده شيء مش وحش يعني، ده شيء كويس. خلي بال حضرتك يعني لما تيجي تشوف البرلمان يعني كانت نسبه المشاركه في الرئاسه 21%. يا تمام. يعني ودي كانت اقوى. والناس ابتدت يعني فعلا تتحرك وتقول ان حقها تختار، وده وعي، والدوله عايزه كده. الدوله مالهاش مصلحه انها تحط ناس وخلاص يعني. لا، عايزه الناس، اختيار الناس. بص هقولك على حاجه برضه استاذ علي، عشان تعرف برضه انه حزب مستقبل الوطن، وهو يعني حزب الاغلبيه في البرلمان السابق، وحزب يعني من اكبر الاحزاب. حزب مستقبل الوطن مرشحين كتار منه ما دخلوش الاعاده. تمام. ده دليل على نزاهه وشفافيه الانتخابات. في الارقام الفرديه ناس كتير. في الارقام الفرديه، واول مره في التاريخ يدخل 8 يا 6 يا 8 مش متحقق من الرقم قوي، اقباط بيعيدوا، وده شيء ايجابي ما حصلش قبل كده في اي انتخابات. كلمنا عن الجزئيه دي يا دكتور. بص هقول لك حاجه، هو مشاركه الاقباط كبيره جدا المره دي، مشاركه الاقباط في القائمه كبيره، عشان كده بقول لحضرتك يعني فعلا كانت مشاركه. ما فيش محافظه فيكي يعني، احنا محافظه المنيا مثلا في القايمه كانوا مختارين كانوا مختارين ثلاثه او اربعه، والحمد لله كان في ناس ورقها ما اكتملش في اخر لحظه، والقايمه فيها 14 مره كان فيها 2 مسيحيين. تمام. من في القايمه الفردي ما فيش دايره ما فيهاش مسيحي او 2 مسيحيين نازلين فيها. مفيش ومرشحين حزب مستقبل الوطن. تمام. يعني مستقبل الوطن كان في كل دايره واخد مسيحي. يعني احنا عندنا في دايره في دايره صمالوط، دايره البغاغه وبيمازوم والعدوى اللي انا كنت على القائمه فيها، كان فيها 2 مسيحيين. دايرة صمالوط ومطاي كان فيها 3 مسيحيين. دايرة باندا ومركز المنيا كان فيها 1 مسيحي. دايرة أبو قاص كان فيها 1 مسيحي. 2 مسيحيين. دايرة ملاوي كان فيها 3 مسيحيين. واخد بال حضرتك؟ فكان كل ده مسيحيين نازلين بمشاركة وبيعيدوا. تمام. مسيحيين مرشح الأستاذ مجدي ملك بيعيد في مطاي وصمالوط. هيثم بيعيد في ابو عاص. الاسلاسي بيعيد في ملاوي، واخد بالك؟ وكلهم نازلين اعاده. تمام.
واخد بال حضرتك؟ هيعملوا تحالفات انتخابيه في الاعاده. يعني هو هيبتدوا يعملوا تحالفات انتخابيه في الاعاده، مواطنه مواطنه ملهاش حل. يعني عاوز اقول لك انت حضرتك بتتكلم عن مشاركه المتحدين، المشاركه طبعا عاليه ولاول مره في التاريخ. يعني بقول لك مفيش دايره مفيهاش مسيحة او اثنين او ثلاثه. تمام. كان الحضور واضح جدا. يعني يا استاذ عادل في حته كمان اتفضل، حته في ايه؟ ان هو مش نازل مستقل، ده نازل على حزب مستقبل وطن. مستقبل وطن منزل مسيحيين على منزل مسيحيين في العمليه الانتخابيه وبينافس بيهم. تمام. بينافس بيهم ونجح التنافس في ان 8 بيعيدوا تقريبا. يعني فانا بقول لحضرتك يعني مشاركه جاده يعني. طبعا طبعا طبعا. والوعي كل مدى ما بيزيد كل ما احنا ما بنفرح، لان ده تشريع ورقابه مفيهوش مجال عندك لحاجات ثانيه. القايمه على مستوى المحافظه 2 مسيحيين في القايمه على مستوى المحافظه، انا ونائبه ثانيه مريم عديد. وكان في مرشح ثالث بس هو ما اكتملش اسمه الاستاذ جابر، ولاخر لحظه كان هو ما اكتملش فما دخلش ودخل حد مكان. تمام. لكن عاوز اقول لحضرتك ادي منافسه جاده جدا وتمثيل مسيحي ايجابي وتمثيل مسيحي حقيقي. تمام تمام. مش جايبين ناس مسيحيين مهمشين مثلا او يعني مسيحي يعني كنوع من انواع التمثيل الغير مفعل، لا ده تمثيل مفعل واقعي حقيقي على ارض الواقع. مظبوط كده. فيعني انا بقول لحضرتك يعني الحمد لله كان مشاركه المسيحيين في العمليه الانتخابيه دي مشاركه كبيره جدا، وده في حد ذاته كان ما يميز. ومشاركه ذوي الاحتياجات الخاصه كان مميزه طبعا، كبيره جدا طبعا. مشاركه المراه مشاركه كبيره جدا. المراه هي البطله، مرأة هي البطله دي. 25% مرأة، فده برضه طبعا مهم جدا. عظيمات مصر زي ما بيقول عليهم الرئيس يعني. بالظبط. فيعني انا شايف انه يعني مش عشان انا موجود في العمليه الانتخابيه دي، لكن المشاركه ارقام قدامكم واضحه. تمام. الارقام واضحه، ما فيش دايره ما فيهاش مسيحي بينافس وبيشارك ودخل اعاده. وهو الى ان تختفي كلمه مسيحي ومسلم يبقى مصري فقط، وده بينادي بيه الرئيس عبد الفتاح السيسي. هنوصل للمرحله دي قريب قوي طول ما في وعي بيزيد او بيزداد بين المواطنين المصريين. وانا شايف فعلا الوعي بيزداد والارقام بتقول كده، الارقام نفسها بتقول كده. مستقبل وطن في المرحله الثانيه من الانتخابات، ماذا تتوقع له يا دكتور؟ أو القايمة نفسها تتوقع لها إيه؟ لأن هي مش مستقبل وطن بس، هي مجموعة أحزاب. مستقبل وطن أنا متوقع إنه هياخد الأغلبية بصفة عامة. هياخد الأغلبية في البرلمان القادم. يعني أعتقد كده. يعني اختيارات موفقة ل 284 عضو من القوائم. يعني هياخد الأغلبية بعديل حزب الشعب الجمهوري. بتدقيق حزبي وطني، ده اللي أنا عايز أقوله يعني. ويتم الاختيار او يتم الموافقه على هذا الاختيار من قبل الشعب، ما الانتخابات دي موافقه. بص استاذ عادل، الانتخابات كانت قدام الكل، ما حدش قدر يعترض على اي حاجه في اي فرز في اي عمليه التصويت، ما حدش قدر يعترض، ما حدش قدم شكوى. وبالتالي كانت الانتخابات والنتائج كلها على عينك. بدليل بقول لك ان مرشحين مستقبل الوطن حضرتك في ناس كتير ما نجحتش وما دخلتش الاعداد. يعني ده أبطل، يعني ده ما يؤكد يعني صدق كلامي. مظبوط. فالعمليه الجايه برضه مرحله ثانيه القاهره. الحقيقه انا مش متابع القاهره قوي، لانه يعني انا متابع الصعيد اكتر، ولكن متابع مرحله الاعاده في الصعيد وخاصه في المنيا. انا شايف انه مستقبل الوطن برضه هياخد، ممكن ياخد يعني الاغلبيه في القاهره، لكن يعني اعتقد الشعب الجمهوري هيبقى منافس ليه في المنيا اكتر من يعني ممكن ياخد مقاعد اكتر من مستقبل الوطن. الشعب الجمهوري في مقوله وليست في يعني، لكن على مستوى الجمهوريه تمام اعتقد طبعا مستقبل الوطن هو اللي ياخد الاغلبيه. تمام. في بعض المشككين، بعض الاصوات، وانا عايز ارد عليهم، مش عايز اقول المقوله ايه، بتقول ان الحزب الوطني قادم على
القوائم الحزبيه وعايزين ننفي ده، لان ده مش ده اللي موجود فعلا في الحقيقه. اتفضل يا دكتور. اولا انا حضرتك، انا مش حزب مستقبل الوطن، انا حزب الشعب الجمهوري. تمام. والقائمه فيها 12 حزب. ما يبقى شهادتك مش مجروحه، شهادتك تمام يعني. انا مش انا اولا هي فيها 12 حزب، مش حزب واحد، مش حزب الديمقراطيه، مش قائمه المستقبل الوطن مثلا ولا قائمه حزب الاغريه، لا دي فيها 12 حزب مشاركين. تحالف حزبي انتخابي. تمام. انا في الشعب الجمهوري ومعانا 11 حزب تاني. مظبوط. فازاي بقى تبقى القايمه تبقى حزب الوطن الديمقراطي؟ عوده الحزب الوطني يعني، هم بيقولوا كده يعني. طبعا الفيسبوك وحضرتك عارف طبعا الحاجات اللي هي بتبقى على الفيسبوك وبتتنقل دايما، والتمن واللي دفع واللي يعني الحاجات اللي هي بتقال في المختارين. لكن كان قدام ده قدام الشعب المصري في قايمه تانية وما اختارهاش، يبقى اختار الاصلح ليه عن وعي وعن موافقه لهذا الاختيار الحزبي او التضامن الحزبي اللي تشكل في قايمه مستقبل الوطن. اتفضل يا استاذ عادل. القايمه التانية كان بيقودها طارق زيدان وهو زعيم اخواني طبعا كبير. باينه يعني. انت يعني زعيم اخواني كبير هو اللي اقتحم مبنى امن الدوله في الثوره. يعني باين للناس يعني. بس بقول حضرتك يعني، ما هو انت بتتكلم في حاجه يعني، ما بقول حضرتك. ومع ذلك ادي قايمه ايه، نداء مصر ايه اللي كنا كانت القايمه المنافسه وحصلت برضه على اصوات. يا في قايمه المستقلين يعني دايما هتبقى في القاهره، هل دي ممكن يكون برضه متداخل فيها الاخوان او غيره، ولا بس هي قائمة نداء مصر؟ ما اعرفش، انا بتكلم على ما يعني على ما تراه في الانتخابات. طبعا طبعا. لكن قائمة المستقلين انا حقيقة ما عندي، مش ما عنديش المعلومة الكافية اقدر اقول لك قائمة المستقلين فيها مين. هو في ناس بصراحة يعني، انا عايز اقول ان في ناس دخلت القائمة المستقلة لكن التي تحظى بالاصوات والكلام عنها حتى في السوشيال ميديا هي قائمه مستقبل وطن. وبالتوفيق دايما يا دكتور. لكن كلمه المجلس القادم مختلف والوجوه مختلفه وفي تغيير كتير قوي للوجوه، وده لصالح الشعب المصري، نقولها لهم ازاي؟ وبنقول ان شاء الله الوعي الكامل قادم بنواب الشعب الواعين للقوانين والتشريع القادمين. عايزين نوصل الرسالة دي للناس من خلال نجاحك ونجاح مستقبل أو قائمة مستقبل وطن في المرحلة الأولى واكتساح. تفضل يا دكتور. أول حاجة يعني احنا لازم يعني مصر كلها تبقى تعي كويس قوي ان مسألة الانتخابات البرلمانية دي ده استمرار للحرب ضد الاخوان وضد الارهاب. يعني لا نسمح ان الاخوان ياتوا الى مصر مره اخرى من خلال البرلمان، او لا نسمح بتسلل الاخوان والتيارات الدينيه السياسيه مره اخرى في البرلمان، او يمتلكوا السلطه التشريعيه تماما في مصر. تمام. لن نسمح بهذا الامر تماما، ولا الشعب المصري يقدر يسمح بكده. تمام. لابد ان يكون البرلمان برلمان وطني هدفه الدوله، الدوله المصريه، اذا نهض بالدوله المصريه. لكن ان انا اسلم السلطه التشريعيه الى الاخوان مره اخرى لا يمكن. وبالتالي الشعب المصري مسألة العملية الانتخابية ده دفاع عن الوطن، لن نسمح بأن الاستيلاء على مصر من خلال السلطة التشريعية. تمام. ودي وعي شعبي، لابد أن الشعب يعي هذا الأمر ومدى خطورة هذا الأمر. وننظر إلى تونس، ماذا حدث في تونس الآن؟ تمام. الناس الإخوان اللي في تونس في المجلس التشريعي دول دخلوا إزاي؟ تسللوا. هما لو كانوا في الاول كانوا قالوا ان هم اخوان وهينافسوا ما كانوش انتخابهم الشعب التونسي. مظبوط. هم ظهروا بمظهر اخر وتفاجئوا الشعب التونسي انهم اخوان. مظبوط. وبالتالي
احنا نعي كويس قوي، ولازم يكون في يقظه للشعب المصري. لا نسمح بتسلل الاخوان في السلطه التشريعيه او في البرلمان المصري القادم ان شاء الله. وده دي نقطه لابد من الشعب المصري يعي انه مدى اهميه صوته، مدى اهميه ايجابياته، مدى اهميه اختيار القائمه الوطنيه. القائمة الوطنية بتقدمها الأحزاب الوطنية، الأحزاب المدنية في مصر بتقدم قائمة تضمن انتماءاتها. تمام. تضمن انتماءاتها لمصر. أكيد. احنا أول قانون كان في الإخوان، أول قانون كان الإخوان في مجلس الشعب بتاع الثورة اللي هو 2012 الجنسية. شوف بقى أول حاجة بيلعبوا في الجينات المصرية في الجنسية المصرية، أول قانون واتغيرت شروط اكتساب الجنسية، ودخل نص مليون فلسطيني نتيجة تغيير القانون الأول. بعد 48 ساعة من عمل البرلمان القانون طلع الجنسية في برلمان 2012، وبناء على كده دخل نص مليون فلسطيني في البرلمان، آسف في الجنسية المصرية. الجنسية المصرية. أنا بفهمك. ادي 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 خطوره هو مرحب باخواتنا في الجنسيه المصريه بالقوانين المصريه، لكن ده كان لصالح برضو ان المهاجرين مش هيعودوا تاني لانهم حصلوا على جنسيه اخرى، وان لو حصلت التوافق مع اسرائيل في المستقبل خلاص دول مش لا يا سيدي ده بي ده بي ده راجل بيلعب في التكوين المصري. ايوه في الايديولوجيه المصريه. النهارده دلوقتي بيدي جنسيات لاجانب، بيدي جنسيات لاجانب باهداف معينه، ليه هدف معين. مظبوط كده. ليه هدف معين. فطبعا انا بس بفهم حضرتك مدى الخطوره ايه، مش عاوزين ان احنا نسمح بتسلل الاخوان مره اخرى للبرلمان المصري. تمام. يعني تمام. في خطوره شديده. الشعب المصري وصلت له رساله يا دكتور، وعارف ده، وده يعني ده الارقام بتدل عليه من اختيار القائمه الوطنيه من اجل مصر. ألف مبروك مرة تانية دكتور إيهاب رمزي، نائب مجلس النواب المحترم الموقر القانوني الفاهم الواعي الذي يعمل من أجل مصر ومن أجل المواطنين. شكرا ليك ومبروك، وألف ألف ألف مبروك. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. حقيقة في أسماء الفائزين الآخرين، وأعلنهم النهاردة الهيئة الوطنية أعلنت المرحلة الأولى، وهنشوف بعض الصور اللي الهيئة الوطنية يعني عملت مؤتمر صحفي النهاردة وأعلنت الأسماء. طبعا أعلنت أسماء الفردي لأن القوائم كلهم كانوا معروفين قبل كده، وفي 142 اللي هم القائمة نص القائمة أو نص المنتخبين في المرحلتين، 142-284 في القوائم. خلاص اتحسمت المواقف بتاعت القوائم، ومفيش إعادة للقوائم لأن كان اكتساح لقائمة من أجل مصر، القائمة الوطنية من أجل مصر. أسماء الفائزين الفردي هم قليلين والإعادات كثيرة. 32 فائز بمقعد مجلس النواب في محافظات المرحلة الأولى، وياريت نوصل للجداول تحت، يعني بلاش الأسماء اللي ورا بعض. أنا عايز أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقد ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الفائزين في الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بعد حصولهم جميعا على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة إعمالا لحكم المادة 23 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والتي تضمنت كلا من أولا بالنسبة للمقاعد الفردية، ودي محافظة الجيزة علاء ناي عبد الرحيم عثمان وعلي سمير رجب عبد الحميد وخالد تامر عبد الرحمن عبد السيد. يا ريت على الجداول تحت عشان تبقى بالاسماء والعدد وتبقى اللي هي ايوه مختومه ايوه اعتماد فوز كل من علاء ناجي عبد الرحيم عثمان منشاه القناطر، علي سمير رجب عبد المجيد منشاه القناطر، خالد تامر عبد الرحمن عبد السيد كرداسه، محمد السيد الحسيني قاسم بولاء الدكرور، محمود هشام عبد الباقي احمد بولاء الدكرور، حسام الدين المندوه توفيق الخواجه بولاء الدكرور، محمد سلطان علي محمد أول أكتوبر، سيد أحمد سيد علي سليمان أول أكتوبر، هشام حسين محمد حسن أول أكتوبر، شحاتة عبد الحافظ محمد أبو زيد أطفيح، ودول 10
11، حسام الدين عاشور، محمد علي ابو النمرس، محمد رشاد علي البرتقالي ابو النمرس، طارق سعيد، حسنين عبد الكريم امبابه، نشوى حسن، علي عبد العال ديب امبابه، محمود عباس، محمد علي الصعيد الوراق، اسامه حسني، احمد الاشموني الوراق، طارق سيد توفيق، عبد السلام الطويل الوراق، محمد علي، عبد الحميد السيد العمرانيه، احمد عاشور، احمد محمد عمرانيه، احمد سعد حلمي، محمد الصف، زكي عباس، عبد الظاهر، ابو بكر جيزه، محمد محمد، محمد ابو العينين الجيزه، نادر عبده صديق، محمد البدرشين. ودي كانت محافظه الجيزه، محافظه الفيوم، محمد محمود، احمد عبد القوي الفيوم، سيد احمد سلطان يوسف الفيوم، عبد التواب، عبد القادر ابو النور، عبد اللطيف فيوم، محافظه البحر الاحمر، عبد الناصر، عطيه، سعد حسين، سفاجه، محمد محمد، عبد المقصود، محمد اول الغردقه، علي نور، علي حسين شلاتين، محافظة الإسكندرية، الصافي، عبد العال، محمد الصغير، العطارين، رزق راغب، ضيف الله، حسين الدخيلة، حسين رجب، حسين تاعب الدخيلة. ودول ال 32 اللي نجحوا في فردي المرحلة الأولى، وباقي ال 142 يعني من 142 تقريبا 110 بيعيدوا في على حسب المراكز والمحافظات في الدوائر. في ممكن تختار 3 من 6، وفي تختار 2 من 4 على حسب الدعاية الموجودة. لا يضللك أحد، اسأل كويس قبل ما تدلي بصوتك، صوتك غالي قوي، صوتك بيحدد مستقبل مصر في التشريع والرقابة، صوتك هو اللي هيديلك البروفيت، الفايدة اللي هتعود عليك من خلال اختيار صحيح. انت المسؤول عن صوتك، حاول تعرف كويس تنتخب ازاي عشان صوتك لا يبطل، لان ابطال 2 مليون صوت تخوف بالتضليل، لان بالطريقة جديدة يعني 2 مليون من 9 مليون حاجة كبيرة، يعني تقريبا حاجة بتاعت 25% اصوات باطلة، وده صعب قوي يبقى مع المصريين في اختيار قايمة وعلامة صح، تخيل يعني مفيش حاجة تاني. فنرجو من المنتخبين والشعب المصري انهم يعوا، محدش يضللك، اسأل المتعلم من العيلة لو كنت تعليمك قليل، اسأل واحد مارس الانتخابات وانت فاهم ان هو قريب قوي، اذا كان ابنك او حد اخواتك من العيلة موثوق فيه، معروف مين هو، اسأل من أصحاب القوائم اللي انت عايز تنتخبهم سواء قايمة من أجل مصر أو غيره، اسأل انتخب ازاي وعايز انتخبكم أعمل ايه، أكيد هتوصل لك المعلومة، أكيد هتوصل لك المعلومة صحيحة. غير كمان البرامج اللي بتبث على القنوات المصرية في كل مكان، وكيف تختار ولا تبطل صوتك. من فضلك أيها المصري العزيز، المواطن الغالي، صوتك غالي وتحطه لمن يستحق. نيجي بقى، النواب بيوافقوا على حاجة الحقيقة أدهشتني، ودي برضو يعني ده تشريع وبيوافقوا عليه. طب نقرأ مع بعض وبعدين نعلق، يعني هو الخبر كبير قوي، فأنا جزء منه بيدل على الخبر نفسه. النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبي. يعني ايه؟ يعني ممكن يتفصل الموظف من عمله من غير تأديب بحاجات تانية بيقرها مجلس النواب. وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون 10 لسنة 72 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، المقدم من النائب علي بدر و10 اعضاء من المجلس. وفقا للمذكرة الإضاحية، أوجبت المادة 237 من الدستور على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات. وفرضت القانون تنظيم أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه. وقالت المذكرة الإضاحية أن الدولة تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب والعنف والتطرف، بالنظر إلى أن الإرهاب يبدأ بفكر شاذ. ممكن نرفع شوية عشان أقرأ؟
فكر شاذ مسموم ينشره أتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين ويخدعون به غيرهم، فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب والعنف. وأضافت: ولما كان العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح أن يكون مسرحا لعرض الآراء والأفكار المتطرفة وساحة للاستقطاب الفكري وبيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية في تجنيد أتباعها مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام والمجتمع بما يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكريا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة. إبعاد الموظفين المنتمين فكريا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة. أقرأها ثالث مرة: إبعاد الموظفين المنتمين فكريا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة. برافو مجلس النواب، برافو الدولة المصرية، لأن الإرهاب لا يناقش ولا يجادل ولا يبرر، بل يقطع من جذوره. خلاص، واحد بيرهب بيقتل بيدعو لكل الحاجات دي، لا ما يشتغلش كمان في أجهزة الدولة. وهذا القانون موافق عليه مبدئيا من مجلس النواب، حاجة بصراحة جميلة جدا. ودي يعني الذين تسللوا من خلال حكم الإخوان ومن خلال الفوضى الخلاقة اللي كانوا عايزين يعملوها في الدولة واحتلال مفاصل الدولة، وشفناها طبعا على مدار السنين اللي فاتت قبل الفترة الانتقالية مع الرئيس عدل منصور وأيضا مع الرئيس السيسي قبليهم، كان ازاي كل الوظائف وكل الوزارات يعني بيسموها غزوة الوزارات، غزوة أي غزو، ودخلوا كم ألف، أكتر من نص مليون إلى مليون موظف في يعني مفاصل الدولة، يجب قلعهم نزعهم، معروفين والدولة عارفاهم. ودي خطوة تشريعية جبارة جبارة، أحيي عليها مجلس النواب. الحقيقة الحتة الإيجابية للأقباط اللي بيعيدوا، وفي ناس بيقول طب ما هيعيدوا ما هم برضو هيبقوا أقلية في الدائرة، لا، الدائرة ستحسم باختيار 3 من 6، فيبقى في حاجة اسمها اتحاد انتخابي زي الأحزاب بالظبط، في 3 هيتعاونوا ضد 3 أو 2 و2 و2 أيا كان، فالأصوات هتبقى مكتملة، اللي عنده أصوات كتيرة بيجرى عليه ويبقى يتبادلوا الأصوات، فممكن يبقى في أغلبية واكتساح ونجاح للمصري المسلم والمسيحي، يعني الاتنين. ودي أول مرة ما تخشش الطائفية في الميزان، يعني يبقى مسيحيين ومسلمين بيدوا مسيحيين ومسلمين. هتقول لي ازاي؟ هقول لك انت هتمارسها وهتشوفها وهتدوق حلاوتها، ان مصريين بينتخبوا مصريين بغض النظر عن الطائفة والعرق والدين، ودي شيء جميل ورائع وايجابي. اعتقد هم 8، مش عارف نادر شكري، مش عارفين تتحصلوا عليه. طيب تمام. احنا برضو بنوجه التهنئة ل الأستاذ أيمن شكري وأخ للإعلامي نادر شكري عن مستقبل الوطن، برضو كان عن الفيوم، القائمة الوطنية من أجل مصر. وأيمن شكري الحقيقة شخصية متميزة في المجتمع هناك، واختارته القائمة، وبرضو من الأصوات، يعني من الأصوات الصاعدة الواعدة اللي ممكن تغير في شكل البرلمان و في المحافظة على يعني عايزين نقول مش المحافظة على القديم، المحافظة على التقليد، لكن في صورة جديدة ودماء جديدة وشخصيات جديدة تضخ بدماء جديدة للبرلمان القادم. وأعتقد هو من الشخصيات اللي هنسمع عنها كويس قوي في المجلس القادم، أيمن
شكري، بنقول له ألف ألف مبروك. في كمان عن لينيت أوزوريس غزاوي من الناس اللي مرشحة في المرحلة الثانية القائمة الوطنية من أجل مصر، وهي عاملة تقديمة جميلة قوي بصراحة، يعني رائعة ووطنية إلى الغاية، وبتقدم نفسها كمصرية حاجة كده نفخر بيها كلنا. والمرأة زي ما بيقول سيادة الرئيس عظيمات مصر، هي من عظيمات مصر، ونشوفها بتقول ايه في الفيديو ونرجع نكمل مع حضراتكم. أنا اسمي نينات الغزاوي، شابة مصرية مرشحة لانتخابات مجلس النواب 2021 ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا. أنا حاصلة على بكالوريوس في الهندسة من كاليفورنيا، وكان عندي حلم إني أشارك في خدمة مصر وتطويرها، وعشان كده انضميت لحزب مستقبل وطن. وحلمي ما وقفش بس عند مجرد الانضمام لحزب سياسي، لا ده واصل لأماكن أبعد من كده بكتير. أنا اتشجعت وحسيت إن الموضوع ممكن يتحقق بعد التعديلات الدستورية عام 2019، وبالفعل الحزب اختارني ضمن القائمة الوطنية بصفتي امرأة وشابة مصرية تحت سن 35. علشان كده قررت إن يكون هدفي الأول هو تقديم الاقتراحات والتعديلات للقوانين الخاصة بذلك، أولهم التعليم. أنا عارفة إن في مجهود مبذول من الحكومة في الموضوع ده، بس المجهود ده محتاج إعادة توجيه للتعامل مع ثلاث بنود رئيسية. البند الأول هو محو الأمية، من خلال وضع خطة واضحة للقضاء على الأمية تماما في مدة أقصاها 3 سنين، وممكن نستعين في تطبيقها بالمتخرجين كنوع من أنواع خدمة المجتمع. البند الثاني بناء الشخصية المصرية، أقصد بيها أن التعليم ما يكونش منحصر بس في المناهج التعليمية النمطية، لا ده لازم يكون في اهتمام ببناء الشخصية للأولاد بشكل سليم، من خلال تطوير مهاراتهم الفكرية، العمل الجماعي، تقبلهم لوجهات النظر المختلفة، وذلك أثناء دراستهم. البند الثالث هو التعليم الفني وضرورة ربطه عمليا في القطاعين العام والخاص، يكون فيهم قسم أو شعبة لتدريب الشباب، وضرورة إضافة عدد ساعات للتدريب للمنهج التعليمي شرط للتخرج. طبعا في مجالات تانية كتير أنا مهتمية بيها غير التعليم فيما يخص المرأة المصرية، ودعم الصناعات الصغيرة وزيادة فرص عمل للشباب، والموضوعات دي هتكون محل اهتمامي الأول. صوتك هيفرق، انزل وشارك. تحيا مصر. تحيا مصر، يعني تقديم برنامج وشروع في اتخاذ خطوات والدولة بتسعى ليها، ومكملة السعي من خلال التشريع يعني مش عارف اقول ايه، يعني اقول فخر للمرأة المصرية ان تعبر عن نفسها بهذه الطريقة الناجحة، ودخولها معترك الانتخابات للتغيير الإيجابي الواضح في أن المرأة مش قادمة، المرأة موجودة وقادمة، دي يعني هي كانت غايبة وقادمة، لا المرأة موجودة ويعلو شأنها بالتشريع، ويعلو شأنها مثلها مثل الرجل أيضا جنبا إلى جنب كتفا بكتف، مش منافسة ولكن هي مشاركة، مشاركة في المسؤولية، مشاركة في الانتماء الجاد، مشاركة في مسؤولية التشريع، مشاركة في التغيير، مشاركة في الإيجابية، مشاركة في إحداث تغيير في المواطنة. مش عارف يعني أقول إيه أكتر من كده. المرأة فعلا المصرية فخر لكل مصر، وهم من عظيمات مصر، ودي نموذج مشرف ورائع من ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر. يعني مش عايز اقول اختاروا في كذا ولا اختاروا كذا، الاختيار ليك انت، لكن انت تبحث عن اختارة القائمة الوطنية الافراد بعناية حزبية، بعناية اشخاص مرموقين بعناية، وجوه جديدة، دماء جديدة تضخ بإيجابية وروح وتفاؤلية، لانها تعمل حاجة من اجل المجتمع المصري، وان شاء الله هتعمل. الموضوع مش سهل انك تدرس، ومش تدرس يعني تقعد دقق في اختياراتك، انت عايز ايه ومين اللي يحقق لك ده؟ مش انت عايز ايه كشخص، انت عايز ايه كمواطن من الدولة؟ التشريع هيفيدك ازاي؟ لازم تجيب واحد يعمل لمصلحتك،
ويقول لك البرنامج بتاعنا كذا، والاحزاب اللي موجوده في التآلف الحزبي للانتخاب، يعني مش تآلف حزبي بمعنى توافق حزبي، لا هو تحالف من اجل الانتخاب في الاول، ويمكن بعد كده يبقى تحالف يضم للاراء السياسيه الموجوده. الحقيقه مثل ومشرف ورائع، ونجاح المرأة في القايمة تمام، لكن كمان عايزينها تقود وتوصل انها تنجح فرديا يعني، ودي حاجة برضو ما تبقاش واحدة ولا اتنين، يبقى بنسبة كبيرة يعني 142 فردي في المرحلة الأولى، يعني المرأة شبه مختفية، الأقباط شبه مختفيين في 36 اللي نجحوا، لكن أملنا في ان في ناس تنجح في الإعادة، وفي المرحلة الثانية في ناس تنجح من أول مرة كمرأة، كأقليات، كناس ذوي احتياجات أو ذوي القدرات الخاصة. يعني وعيك أنت تملكه أيها المصري العظيم، والاختيار ده لازم يبقى بتدقيق مش أي حد، وانت تدقق، وانت نجحت في أول مرحلة عقبال الثانية وما حدش يضللك، وابحث عن طريقة الاختيار الصحيحة. مجلس النواب القادم مهم جدا، والدولة بتبني عليه آمال انه سيجعل المواطن كله مواطن محترم بالقوانين والتشريع، ودي الصفة اللي بنحسها في المصريين عموما انهم ناس محترمين، وعلى مدى التاريخ 7000 سنة حضارة، لا مصر كبيرة، مصر راقية، مصر قبل أي دولة كانوا عايشين في الخيام ولا في الكهوف، حتى ما عملوش لغة، عملنا لغة، مصر عملت دولة، مصر عملت تشريع، مصر عملت قانون، مصر عملت نظام، قبل ما كلمة النظام والحاجات دي كانت في قبائل في أوروبا قبل العصور الوسطى، لكن مصر كانت دولة، ومصر دولة يمكن علشان الأطماع اللي كانت عليها والاحتلالات والحاجات دي كلها، وضربت في الآخر بالإرهاب، لكن مصر قوية وهتفضل قوية بشعبها وباختيارها الناجح، وستلفظ من هو إرهابي من بينها. مصر عظيمة وستظل عظيمة. في بعض السلبيات حتى لو قلناها، انا مش هقول سلبيات، حتى لو قلناها بغرض انك انت تنتقد علشان ترفع من رايه مصر، ده حب، ما هواش نقد لمجرد نقد ذاتي، مصر جوانا، مصر هي احنا، فلما بننتقد ذاتنا علشان نبقى احسن ونبقى افضل. نتمنى كل التوفيق لكل عظيمات مصر في القائمه الوطنيه من اجل مصر، انهم ينجحوا القايمة في المرحلة الثانية وحسب اختيار المصريين. لو انت شايف القايمة الثانية هي اللي هتأدي لك الفايدة، انت كامل الحرية ومطلق الحرية، ليك مطلق الحرية تختار وتعلم، القلم في ايدك، الورقة قدامك، اللجنة قدامك، اتفضل وروح شارك وقول رأيك، اوعى تقعد وتتفرج على الانتخابات. الامريكان 92 بالبريد، ومنتظر ان يبقى فيه 92 مليون، كم 180 مليون او 160 مليون ممكن يحضروا الانتخابات، يعني نص الشعب الامريكي، نسبة حضور عالية جدا السنة دي، فارجوك انت لا تقل حضارة عن اي شعب في العالم، انت بطبعك حضاري، ودي اجمل حاجة انك تشارك وتقول رأيك، ورأيك يمشي. ليه بقى يمشي؟ لأن القضاء بيشرف على الصوت بتاعك، بيشوف البيانات، بيتأكد منها، بيحط المكان بصوتك في المكان الصحيح في الاختيار. فاوعى انت تستهتر، اوعى انت تختار غلط، العبء كله عليك أيها المواطن الشريف، المواطن العظيم، انت اللي تروح وتحل أزمتك بإيدك في الاختيار. لما تختار صح الفايدة تعم عليك. جرب، انزل وشارك، انزل وشارك، واوعى تسمع كلام حد يضللك، خليك مع القنوات هتقول لك الصح ايه، خليك مع اقرب الاقربين يقولوا لك ايه،
اللي تعليمك، عايز اقول ان تعليمك على قدك لكن دماغك كبيره، ما نلتش فرصه من التعليم لكبار السن، لكن انت عندك وعي وعندك ادراك كامل ان محدش يضللك. عايز اقول كمان الانتخابات البرلمانيه في مصر يعني المره دي رغم اكتساح القائمه الوطنيه من اجل مصر والحضور الكثيف، لكن 2 مليون صوت باطل كتير قوي. مش علشان موضوع ان هو تعليمهم قليل او غيره، لا، في جايز يكون ما وصلش المعلومه انه يختار صح، رغم ان القوائم ما هياش كتيره، علامه صح وصوتك يبقى ممتاز من غير اي علامه تانيه في اي حته تانيه في الورقه. طبق الورقه وتحطها في الصندوق. العلامه فين؟ في المكان الصح، وعلامه صح. بسيطه اهي. ان 2 مليون مش عارفين يعملوا ده، لا، يبقى في حاجه حصل. الحاجه اللي حصلت دي نتلاشاها في الفتره او في المرحله الثانيه. تتلاشاها ازاي؟ بالوعي، نسال، مش عيب. انا مش عارف اسال. هنا في امريكا بيسالوا وبيبقى في اعلانات و بامفلت كده بيتوزع وبيجي مع البريد يقول لك رقم 23 نو، وفي ناس انت حر تختار يس براحتك، رقم 22 وهكذا. وكل منطقة غير التانية في بعض القوانين والاختيارات. فهنا برضو في ناس ما بتبقاش فاهمة القانون ده ممكن يفيدها بإيه، بتسأل وبتسأل أقرب الأقربين وبتشوف الحاجات اللي بتجي لها في البريد. وفي حاجات بتبقى مضللة برضو، في حاجات ممكن تبقى مضللة وتقول عليها نو هي المفروض انك تقول عليها يس. في حاجات كتير قوي ما تسمعش غير صوت اللي حواليك اللي عايزين مصلحة البلد والقنوات الجميلة الكويسة اللي هي معتمدة من واخدة ترخيص وبتقول لك اعمل ايه، سواء بفيلم تسجيلي او بفيلم كرتوني يقول لك حاجة كده تعليمية ازاي تختار الصوت وتحطه في المكان المناسب. حاجة تانية في انتخابات مجلس النواب، ما هو ده اللي بيمثلك، هو ده البديل عنك، هو ده اللي بيقول صوتك. فانت بتختار انسان واعي فاهم مدرك، مش حاجة تانية. حزبي يعني فاهم سياسة. واوعى يقول لك انا ماليش في السياسة وتنتخبه، اوعى. لو قال لك ماليش في السياسة ابعد عنه. ليه بقى؟ لأن البديل للسياسة الطائفية، أنت عايز تبقى طائفي؟ أوعى. ممكن تبقى مستقل، لكن ليك في السياسة برضه، وليك رأيك. وليك رأيك في السياسة أنك مستقل، ما أنتش تابع لحزب لكن ليك رأيك السياسي، وبتمارسه من خلال الانتخابات، وبتعلن عن ده في وجودك في التعارك الانتخابي أو التنافس الانتخابي. ما بحبش المعركه قوي علشان ما تبقاش بصيغه الحروب يعني. مستقل موجوده في كل دول العالم، اندبندنت عادي، واحد مستقل ما بينتميش للاحزاب المشهوره وممكن ان ينتمي اليها بعد الانتخابات، هو حر برضه. لكن مبادئه ايه؟ هو بيعلن عنها وبيقنعك، ولو انت انتخبته تبقى انت مقتنع بمبادئه. فالاختيار ليه هو بناء عليك انت وما عرضوا عليك. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك يعني اي حد يقول انا مترشح لمجلس النواب على عيننا وعلى راسنا، كل المصريين محترمين، طالما قدم كل الاجراءات ومفيش حاجه امنيه عليه ومفيش احكام ومفيش اوكي. لو انا تاكدت ان على الشخص ده في حاجه احكام ولا بتاع، اتقدم الى الجهه اللي تقول ان ده عليه علشان تتاكد الهيئه الوطنيه ان الراجل ده سليم. لو في حاجه وفعلا قدمت طعون وشكاوي في المرحلة الأولى وكلها كانت يعني مثار بحث من قبل كده، ويعني اللي رفض شكلا وموضوعا، لكن ما فيش حاجة تمت على هذه الشكاوي لأن كانت الأوراق الرسمية سليمة 100%. حتى في ناس لما تكمل النصاب القانوني لأسمائها استبدلت بالبديل على طول لأن الوقت قصير جدا يعني. فمفيش مشكلة من انه يقدم نفسه من خلال حزب او مستقل، كون انت مقتنع بآرائه او شفته، لكن مش اختيار على مستوى قبلي
او جايز يكون في ده موجود، لكن عايزينه ينتهي مع الوعي. مش مهم القبلية، المهم مصلحة الوطن ومصلحة الناس. عارف القبلية مستمرة معانا شوية، الوعي ما هوش كامل 100%، وده يعني احنا خارجين من بعض زي ما بيقولوا في حاجات كده صعبة كانت على مصر، ان هو تتأكد من تعليم الناس 100%، تتأكد من ان في حاجات بتفلت 5% 6%، ودول بيمثلوا عائق قدام الوعي الكامل العام، وده موجود في كل دول العالم، لكنه في برامج بترفع هذا الوعي الا ان تخليه زيه زي اللي نال قدر من التعليم ويمكن اكتر. وده بناء على التشريع الجيد من قبل الناس اللي احنا انتخبناهم سواء في امريكا او في دول اوروبا. فعشان كده بننقل هذه التجربة لمصر وبنقول انتوا على اعتاب تفوق سياسي وتشريعي ورقابي من خلال اختياراتك الإيجابية لمصلحة الوطن والمواطن. أرجوك دقق، شوف أنت هتحط صوتك فين، شوف أنت عايز مصر تبقى فين، ابعد المصلحة الشخصية قوي عن الموضوع، لكن ممكن المصلحة كشخص أنت عايز تستفيد من تشريعات الدولة، دي حاجة ودي حاجة، لكن المصلحة الشخصية أن ده قريبي أو ده من القبيلة، ده هيخدمني، ده هيعمل الكلام ده مرفوض تماما في الحاجات السياسية والتشريعية وأيضا الرقابية. ممكن يبقى في المحليات احتمال، ولو أنه برضو مرفوض في المحليات موضوع الحضارية القبلية والتعصبات والحاجات دي كلها، لأنها بتخلق دايما مشاكل. يعني عايز أقول إحنا قربنا نختم الحلقة، و عايز بس اوجه ان القناة هنا بتدعم اي حركة ايجابية في مصر لمجلس النواب وللشعب المصري عموما والقيادة وللشعب، وبيعني بنثني على اي خطوة ايجابية، وبتفرحنا كلنا كمصريين متواجدين في الخارج ان نشوف بلدنا في صورة حلوة، في صورة جميلة، في نهضة حقيقية، وده شيء بيبهجنا كلنا وبيخلينا كلنا بنتمنى دايما لمصرنا التقدم والرفاهية. كان في صورة نعرض على حضراتكم، يعني احنا في ختام الحلقة دلوقتي ننهيها برضو بتهنئة لعيد ميلاد من متابعي الحلقة الأستاذ فيكتور الملاك. يا ريت الصورة تتحط، وطبعا هو والد الأستاذة ميرا فيكتور، وبنقول له كل سنة وحضرتك طيب وعقبال مليون سنة، ومارلين وميرا ومينا وزوجتك برضو بتهنيك وتقول لك كل سنة وانت طيب، عائلة سعيدة، يا رب دايما في سعادة ودايما الابتسامة المشرقة دي، وكل سنة وحضرتك بألف خير وبألف سلامة، وكل سنة وانت طيب مرة تانية. أعزائي المشاهدين، احنا يعني كلمات أخيرة لكل المصريين اللي بيحفزوا نفسهم انهم ينتخبوا، ما تقعدش على الكنبة وتتفرج، انزل وشارك، تأكد تماما من انك صوتك رايح في المكان المظبوط، المكان الاختيار المظبوط هو اللي هيحميك وهيحمي أسرتك وهيعمل مستقبل لولادك. اوعى تفرط في صوتك، اوعى حد يضللك، اوعى يتلعب بدماغك بطائفية معينة. سياسات، خش على الاختيارات الحزبية وبقلب جامد وقول انك بتفهم في السياسة، والسياسة هي بديل للحرب والطائفية. اوعى يقولك السياسة لعبة مش عارف ايه، لا، اوعى، السياسة بديل للحرب والطائفية. السياسة في جزء من استغلال السياسة الشيطان بيستغله، لكن ده ما يهمناش، هو السياسة هي البديل للحروب بعد الحرب العالمية الثانية. السياسة نجحت تماما في الاتفاقيات بين الدول، وهي اللي بتخلي الدول دايما في سلام. المجتمع في سلام انه بيفهم سياسة، الاحزاب بتعمل برامج، انت بتختار على اساس هذه البرامج، التوحد في البرامج، ما تختارش على حسب الاشخاص، تختار على حسب ما يفيدك. عرضنا لكم
مين نجح وعمل ايه، وطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في مجلس النواب القادم، وايضا مثال للمراه لحضراتكم نينت اوذوريس غزاوي، واعلنت عنها ازاي وبفخر للمراه المصريه. ان شاء الله يكون النجاح من حليفها، وفي النهايه لا نتمنى الا الخير لمصر وللشعب المصري قياده وشعبا وحكومه ووزراء وموظفين وكل الدنيا في مصر. بنقول لهم ان شاء الله انتخابات ناجحه موفقه من اجل مصر والمصريين، ونراكم الاسبوع القادم على خير ان شاء الله.